خارج إطار الأمم المتحدة. هو عدوان غاشم بالتأكيد جاء أو انطلق من الحقد السعودي الأمريكي على اليمن. وكما شاهدنا أو قرأنا أمس أن اللجان الشعبية بقيادة أنصار الله قد سيطرت على العديد من المعلومات التي لدى الأمريكان كانت في قاعدة العنت. لذلك أنا أعتقد أن هذه الغارات وهذه الحرب التي تشنها أو العدوان الذي تشن الولايات المتحدة الأمريكية والسعودية هي حرب عبثية تستهدف الإنسان اليمني بشكل كامل، ولكن في النهاية لن يتحقق له ما يريدوه. الشعب اليمني خرج في ثورة، هناك اتحاد يمني كبير جدا على مكتسباته وأهداف ثورته. يعني راجح، يعني هل كان هذا العدوان متوقعا أو كان اليمنيين يعرفون النظام السعودي وحشاشة نظامه العسكري والأمني، ولكن على ما يبدو عندما تمكنت الطائرات السعودية من في أول غارة في استهداف بعض المناطق اليمنية كان هناك بعض المفاجأة، ولكن ردت يعني بدأ الجيش في تنظيم نفسه، بدأت اللجان الشعبية في تنظيم نفسها وقامت بالرد على العدوان حتى أنها أجبرت الطائرات المعادية بالخروج عن اليمن وإسقاط طائرتين. أعتقد أن يعني